بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنراجع الجرامر القواعد النحوية بار 2 الجزء الثاني. والفيديو بتاعنا النهاردة مهم جدا لأن احنا ابتدينا نتكلم على حاجة اسمها تنسز الأزمنة، والأزمنة دي طبعا هي العصب بتاع الجملة نفسها. إزاي أقدر أتكلم على حاجة دلوقتي، حاجة لسه هتحصل، حاجة حصلت، فده بتعمل لنا مشاكل طبعا مع أطفالنا كتير بالنسبة لنقطة الجرامر. فما احنا النهاردة هنتعامل مع the present simple المضارع البسيط. المضارع البسيط زي ما احنا شايفين هنتناول كذا نقطة. اول حاجة اليوسج الاستخدام بتاعه، الكي ووردز اللي هي الكلمات الدالة، الفورم التكوين، السنتنس شكله بيبقى ايه في الجملة، النيجاتيف شكله بيبقى ايه في النفي، كويشن السؤال. اول حاجة زي ما احنا شايفين اليوسج الاستخدام to talk about facts للتحدث عن الحقائق، زي ايه؟ The earth is round، الكرة دائرية، الكرة الأرضية دائرية. It rains in winter، الجو بيمطر في الشتاء. Birds don't build nests in autumn، الطيور ما بتبنيش عش في فصل الخريف. ودي طبعا حقائق موجودة عندنا وبنشوفها قدام عينينا. بعد كده الجزئية التانية to talk about habits، للتحدث عن الحقائق عن العادات، الحاجات اللي احنا متعودين نعملها بصفة دورية او حاجة متعودين نعملها في حياتنا، زي مثلا for example I get up at 7 o'clock، انا بصحى الساعة 7. علياء has lunch at home، علياء بتتناول الغداء في البيت. pupils come to school every day، التلاميذ بيروحوا المدرسة كل يوم. ده بالنسبة لليوسج بتاعه الاستخدام. بعد كده keywords كلمات الدالة. ايه الكلمات الدالة ديت؟ الكلمات الدالة ديت احنا لما بنشوفها بعينينا كده مكتوبة قدامنا نعرف ان ده present simple. طب ديت بتأثر معنا في ايه؟ بتأثر معنا في اللي تشوز، في الاختيارات. لما بلاقي الكلمات اللي قدامي دلوقتي يبقى غصب عني اعرف ان انا في present simple، في المضارع البسيط. فلما اكون في المضارع البسيط هستخدم الفيرب زي ما هو، زي كلمة play، او الفيرب اخره اس زي كلمة plays. طب الكي ووردز بتاعت البريزنت سيمبل هنقولها مع بعض، يوجوالي عادة، ريرلي، اولويز، سام تايمز، اوفن، اون سانديز، اون فرايديز. يعني اون سانديز يعني كل يوم حد، اون فرايديز يعني كل يوم جمعة. twice a day، twice a week، مرتين في اليوم، مرتين في الأسبوع. every، frequently، مرارا وتكرارا. generally، عموما. scarcely، نادرا، بتساوي كلمة rarely. ده بالنسبة للكي ووردز بتاعتنا. بالنسبة للفورم التكوين بتاعه بيقول لنا ان احنا طول ما احنا عندنا السبجكت اللي هو الفاعل، I، they، we، you، أو أي بلورال. أي بلورال يعني أي جمع. ممكن مثلا يبقى children أطفال، ممكن يكون محمد and أحمد، محمد وأحمد. ممكن نقول مثلا ياسر and I، ياسر وأنا. فطول ما الفعل بتاعي بلورال جمع يبقى الفعل كما هو اللي هو الانفينيتيف زي ما احنا شايفين، have، wash، eat، go، watch، fly، زي ما هو بالظبط. لكن اول ما يكون السبجكت بتاعي الفاعل بتاعي singular مفرد زي كلمة هي، وممكن مطرحها يبقى محمد. she ممكن مطرحها تبقى ندى. it ممكن يكون مطرحها the cat، القطة. في الحالة دي بنحط الانفينيتيف الفعل وبنزود له لإما s لإما es لإما ies حسب الفعل. ودوت احنا نعرفه مع بعض كمان شوية. يبقى اصبح ان انا دلوقتي لما اجي استخدم كلمة يتناول او يملك ما اقولش have او has او washes او eats goes watches flies، يبقى لازم الفعل يبقى اخره s او es او ies. وناخد examples sentence الجملة اللي احنا قلنا عليها، I always get up early، اللي هلاقي كلمة get زي ما هي. They usually play football on Fridays، ألاقي play زي ما هي. We sometimes watch a movie. You often sit here.
He visits his grandpa every Friday. She rarely reads a short story. The cat always sleeps in front of the door. لو أنا بصيت للجمل اللي قدامي هطلع منها بنقطتين. The first one, الأولانية, إن كل الكلمات اللي هي keywords اللي إحنا قلنا عليها بتيجي بعد subject على طول. ما عدا كلمة every. هلاقي always, usually, sometimes, often, rarely, always بتيجي بعد السبجكت بعد الفاعل مباشرة. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية لو بصيت في اللي هو الاكزامبلز اللي مكتوبة بالبلو بالأزرق هلاقي get زي ما هي, play زي ما هي, watch زي ما هي, sit زي ما هي. طب ليه؟ لأن السبجكت الفاعل كان I و they و you جمع. لكن اللي مكتوب بالجرين بالأخضر هلاقي visits s reads s sleeps s. ليه؟ لان السبجكت الفعل بتاعي هي وشي وذكات مفرد. ده بالنسبه للسنتنس للجمله. بعد كده نخش على النيجاتيف النفي. طول ما السبجكت بتاعي بلورال جمع بستخدم كلمه don't plus infinitive. don't زائد المصدر. السبجكت بتاعي جمع زي ما احنا شايفين اهو. I, they, we, you, Ahmed and Ali, the children, Yara and I. تمام؟ ده بالنسبة لما يكون الفاعل جمع. اللي قدامنا دلوقتي بالنسبة للفورم بتاعنا الشكل بتاعنا امتى الفعل بنزود له S, امتى بنزود له ES, امتى بنزود له IES. في number one verbs which end with consonant plus Y. الأفعال اللي آخرها حرف الY وقبليها حرف consonant. consonant يعني ساكن. زي fly, study, carry. fly أخيرها y قبلها l اللي حرف ساكن. study y قبلها z حرف ساكن. carry y قبلها r حرف ساكن. في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنشيل ال y ونحط i e s. يبقى flies, studies, carries. ده بالنسبة لو الفيرب آخر y وقبله حرف consonant ساكن. تاني قاعدة ال verbs which end with عفوا الأفعال التي تنتهي ب S, S, H, C, H, O, X. أي صوت من الأصوات دي سمعته في آخر الفعل لما أجي أتعامل مع السنجولر المفرد يبقى أزود لها E, S. زي كلمة كروس يعبر آخرها S بقت كروسز. ووش يغسل, S, H تبقى ووشز. ووتش يشاهد آخرها C, H تبقى ووتشز. go اخرها او تبقى goes ليذهب. بوكس هنا مش معناها صندوق, معناها يلاكم تبقى boxes. يبقى ديت الحاله الثانيه اللي اخرها es. لو احنا بقى في الحاله الاخيره if verbs don't end with the previous cases, لو الفعل اللي عندنا مش اخره اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها ولا y ولا s ولا sh ولا ch ولا o ولا x اوريدي على طول نروح حاطين في الاخر اس زي كلمه eats, plays, drinks, runs. خدنا من شويه النيجاتيف مع البلورال مع الجمع, النفي مع الجمع, لكن هنا النيجاتيف مع السنجولر المفرد. لما يكون السبجكت بتاعي مفرد هي شي ات علي هبه ذكات بستخدم كلمه doesn't. الاول كنا بنقول don't, دلوقتي doesn't. يبقى don't مع الجمع وdoesn't مع المفرد. فور اكزامبل I don't have lunch at school. أنا ما بتناولش الغداء في المدرسة. The children don't play in the street. The cats don't eat plants. He doesn't play video games. She doesn't want a puppy. The dog doesn't eat vegetables. هلاحظ فوق استخدمنا don't لأن الفاعل جمع. تحت استخدمنا doesn't لأن الفاعل مفرد. ومع don't و doesn't هنلاحظ إن كل اللي بعديها جه infinitive مصدر. Have, play, eat, won't eat. ده بالنسبة لحالة النيجاتيف النفي. بالنسبة للquestions ودي آخر حاجة معانا, إحنا متعودين إن إحنا عندنا نوعين من الأسئلة. سؤال بيبتدي بأداة استفهام question word زي what, where, when, how. بعد question word بيجي auxiliary verb اللي هو do أو does في حالة الإيه present simple. بعد كده subject الفاعل لإما plural لإما singular جمع أو مفرد. بعد كده الانفينيتيف اللي هو الفعل كما هو. عفوا فور اكزامبل وات دو يو وونت استخدمت دو عشان خاطر يو.
Where do they go؟ استخدمت do عشان خاطر they. When do the children get up؟ استخدمت do عشان children جمع. لكن الجزئية التانية what does he مفرد عشان كده قلت does. Where does she مفرد عشان كده قلت does. When does the boy يعني ولد واحد عشان كده قلنا does. وفي الآخر won't go get up فعل في المصدر زي ما هو. ده النوع الأول من الأسئلة اللي هو بيبتدي بالquestion word أداة الاستفهام. بعد كده نيجي النوع الثاني اللي هو بمعنى هل، ودوت سؤال تأكيدي بنتأكد بيه. Do you like pizza؟ هل أنت بتحب البيتزا؟ بتأكد إذا كنت بتحبها ولا لأ. Does she want a rabbit؟ هل هي عايزة أرنب؟ بتأكد إذا كانت عايزة ولا لأ. بس هنا بنتعلم إن كلمة do بتيجي مع برضو مع البلورال الجمع. Do you, do they, do the boys. الإجابة عليها yes I do, yes they do. طب انت ما قلتش بويز ليه يا مستر؟ لان احنا بنعوض عن بويز بكلمة they. يبقى في حالة الyes بقول yes I do، في حالة النو no I don't. اللي بعديها does بتيجي مع المفرد. Does he ممكن تبقى does أحمد، does she، does هبة، does the cat، does it عفوا. وبيجي معها الانفينيتيف اللي هو المصدر. الإجابة عليها yes، وبعد yes و no بنحط هي أو شي أو it. طب فوق يا مستر انت قلت أحمد، ما احنا بنعوض عن أحمد بهي. قلنا هبة بنعوض عن هبة بشي. قلنا ذكات بنعوض عن ذكات بإت. يبقى yes he does أو no he doesn't. الجزئية الأخيرة دي اللي هي الامبورتنت المهمة، دي بتلخص لنا كل اللي احنا قلناه. عفوا، احنا عندنا نوعين من السبجكت، من الفاعل عندنا بلورال وسنجولر، جمع ومفرد. طول ما الفاعل جمع في الجمل العادية يبقى الفعل زي ما هو زي بلاي. طب مع المفرد تبقى بلايز، دي في الجمل العادية. في النيجاتيف النفي بستخدم don't play مع الجمع، لكن doesn't play مع المفرد. في question في السؤال بستخدم do مع الجمع وdoes مع المفرد. دي نقطة. النقطة التانية والمهمة، هنلاحظ ان اللخبطة بتاعتنا بتيجي في الجمل العادية بس، في التشوز في الاختيارات يعني. يعني طول ما الجملة عادية هبتدي افكر بلاي ولا بلايز، لكن اول ما الاقي دونت ودازنت هي بلاي بس، اول ما الاقي دو وداز هي بلاي بس. يبقى المصدر دوت بيجي معانا في ثلاث حالات: الفاعل الجمع، وجود دونت او دازنت، وجود دو او داز. يبقى الحالة الوحيدة اللي بيجي فيها الفعل اخره اس لما نكون في البريزنت في المضارع ويكون السبجكت سينجولار مفرد. يبقى الحالة الوحيدة اللي بنضيف للفعل اس فيها لما نكون في المضارع البسيط ولما يكون الفاعل مفرد. كده يبقى احنا خلصنا الاكسبلينينج الشرح بتاع البريزنت سيمبل. نبتدي نخش على الاكسرسايزز التدريبات. التدريب الاولاني بيقول لي correct the following verbs، يعني صحح الافعال التالية. She always not visit her grandma on Friday. هنلاحظ ان حطيت لي كلمة visit عايزني اعملها correction تصحيح. هصححها ازاي؟ عيني دايما تيجي على السبجكت الفاعل. انا عندي اول الجملة ابتدى بكلمة she وشي مفرد، يبقى ما ينفعش تبقى visit، يبقى visits ازود للفعل اس. He usually go to school by bus. He مفرد يبقى زود للفعل S. طب هنا go أخرها O يبقى زود لها ES. I often not come to school late. I بتعامل معاملة الجمع. عفوا. I بتعامل معاملة الجمع. يبقى يبقى الفعل كما هو، يبقى I often come زي ما هي. ده الاكسرسايز الأولاني correct the following verbs. الاكسرسايز الثاني بيقول لي انصر اجب، بس قبل ما تجاوب بيقول لك ريمبر تذكر على اليمين اهي اي بتتحول ليو. دو يو هاف كيرلي هير، هل انت عندك شعر مجعد؟ كاتب لي يس يبقى يس اي دو. دو ذي هاف اني انكل ان انكل، دو ذي هاف ان انكل، قال لي نو. طب هنا نو هقول بعد نو ايه؟ هلاحظ في السؤال كاتب لي ذي، يبقى هستخدم زي زي ما احنا اتفقنا. يبقى نو ذي دونت. دونت ليه يا مستر؟ عشان انت قلت نو.
يبقى طول ما انا بقول يس تنزل دو زي ما هي، تنزل دوز زي ما هي. اول ما اقول نو نحولها لدونت او دوزنت، ونكمل الاكسرسايز بنفس الطريقه. بعد كده تشوز، اختار اي ووك ولا ووكس تو سكول ويز مام، برضو تركيزنا كله على الفاعل اللي موجود هنا مكتوب ايه اي، يبقى يبقى الفعل كما هو يبقى ووك. نمبر 2 كاتب لي شي، شي ديت مفرد، يبقى هنا اختار ايه ايتس اللي اخرها اس، ونكمل بنفس الطريقه. ولو في اي استفسار انا تحت امركم في اي وقت وفي اي شيء. وبكده يبقى احنا خلصنا البريزنت سيمبل المضارع البسيط، ويا رب نكون استفدنا والمعلومه وصلت بطريقه كويسه. والتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.